اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل استريح. دكتور في عندي الحرمه شوي تعبانه ومريضه يعني. لا الف سلامه، خليها تفضل. لا انا ما جبتها، بس يعني جبت بطاقه المدنيه. تفضل. دكتور ايش قاعد تسوي؟ لا لا ما شويه اشعه بس. ايه بس صور بظهر البطاقه، لا تصور من قدام. لا بسيطه ما فيش اي مشكله، هي شويه التهابات بس، انا هكتب لها على دواء دلوقتي وان شاء الله تبقى كويسه. زين دكتور، واذا ما خفت شلون؟ لا لو ما خفتش بقى تجيب لي جواز السفر بتاعها وانت جاي المره اللي جايه. ايه شكرا دكتور. الله يخليك.